طيب مساء الخير عليكم، مساء الخير على الحضور كلهم. طبعا انا متابع في 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 في, في الفترات يا طقع يا طقع يا طيب انا متابع في, في متابع الـ انا اصلا ما قاعد احب المداخلات، ما قاعد احب المداخلات، لكن انا ظللت متابع في الفتره الفاتت كميه الهراء البيضخ في اسهان الطلاب من المكان ده، ودي حاجه دي انا بعتبرها مسؤوليه اخلاقيه تجاهي انا بالذات، انه انا ده اصحح او انا احاول اضحض التجهيل اللي بتمارسه الجماعات دي. طيب انا حابدا للجزر بتاع الجماعات دي ذاتها. الجماعات دي يا جماعه يعني عشان نكون واضحين، الجماعات دي ظلت طوال تاريخها وفي تكوينها تكونت المخابرات البريطانيه. الجماعات دي كونت المخابرات البريطانيه في كتاب انا عندي في الغرفه هنا اسمه رسائل هنفر، رسائل مذكرات هنفر بالضبط عندي هنا في الغرفه. ممكن اسي عبد الله ده ذاته، عبد الله اللي قلت زول ده شيوعي، زول ده مش شيوعي، عبد الله ده زول ما عنده علاقه بالحزب الشيوعي، احتمال يكون عنده ديمان ثانيه، لكن جه هنا داخلك يتكلم عن الماركسيه يتكلم. طيب انا حامشي للنقطه القبل، يا 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 شباب، الجماعات دي تكونت وظلت ادوات ظلت اداه عشان تكون قاعده وتكون مربوطه، تكون مربوطه بالامبرياليه ذات العالميه وتمارس. ولحد الان شفت السعوديه الدوله بشكلها ده مربوطه بالدول دي، ونتاج طبيعي تجد الشكل الجماعات دي وتتمسهر زي داعش وزي غيرها. اصل العالم ده كله سووا الجماعات دي، سووا المشاكل دي، شغالين يشتروا في السلاح ويدمروا غيره. والله لو جات بلوه في البلد دي والله لا بجيب الحزب الشيوعي، لا بجيبها الصوفيه، بجيبها التوديل. طيب اتكلم عن الماركسيه، اتكلم عن الماركسيه، وداري يضحط نظريه، ظل نظريه هي من اعظم النظريات اللي انتجتها البشريه ذاتها طوال التاريخ. الماركسيه دي لما جات ياخدها ده، انا شايف النظريه دي هي دي اسمى فكره لتحرير الانسان ذاته، يعني الاستغلال البؤس الحاجات دي جات الانسان ده ظل مقترب، المال ده جوهر الانسان ذاته، يعني المال ده جوهر الانسان اللي زول ده الاستغلال والاستبداء اللي الزول ده لما 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 الطبقات المسيطره تسلب امواله وتشيل حاجاته دي، الانسان ده حيظل بشكله ده ذاته المغترب ده. يا اخي انتوا عاجبكم الاستغلال ده؟ عاجبكم الاستغلال الطبقي؟ يا اخي كلامك ده بجيب لك كيس خدار؟ يا اخي انا بستفيد شنو من كلامك ده ذاته؟ يا اخي انت ما عندك فرق من 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 الكيزان ومن الناس ديل؟ قاعد هنا في الداخليه بتمارس في تجهيل. يا اخي احنا مشكلتنا صوفيه، مشكلتنا شنو؟ بعدين يا اخي انت بتتكلم عن حاجه ما فاهمها ذاتك. يا اخي انت بتقول ماركسيه تحت جزمتك الاشتراكيه تحت جزمتك، بتتكلم عن العلمانيه تحت جزمتك. يا اخي دي حاجات جات بعد مجهودات وبعد عصف ذهني. ماركس ده قعد بيكتب كم 20 سنه في كتاب راس المال عشان انت تجي تقول لي يا اخي ماركس ده وتلخص له في جملتين، تقول لي ماركس ده كافر؟ يا اخي على الاقل كبر عقلك ده شويه. طيب اتكلم عن فاطمه احمد ابراهيم. انا بقول لك حاجه بسيطه جدا، انت اديني 3 دقائق ثاني. طيب اسمع كلامي يا اخي فاطمه احمد ابراهيم دي اشرف من الدقون الضلاليه دي كلها، والقدمته للسودان ده ما في شيخ سلفي ولا في اي زول قدمته فاطمه احمد ابراهيم في الفتره بتاعت في فتره الاستغلال وفي في فتره في الفتره بتاعت برضه شيوعيه اشرف من الدقن الشيطانيه البشعه دي. ظلت فاطمه احمد ابراهيم دي اللي قدمته للسودان وقدمته للتعليم وقدمته للجماهير بتاعة الشعب. انتوا قدمتوا شنو غير 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 الهراء ده؟ ما قدمتوا حاجه. يا زول انا اقول لك حاجه بسيطه جدا، يا خسي لو في مشكله في الجامعه دي اللي بيقيف منه يا اخي في الداخليه دي اللي قاعد يقيف منه، بتجيب الحليف في الحزب الشيوعي والجبهه الديمقراطيه طوال التاريخ، والحزب الشيوعي طوال التاريخ
ظل مربوط بالجماهير وظل وقدم شهداء. انتوا في كان صرصونا قدم شهيد، انا داير اسي في السودان ده قدمت شنو؟ ما قدمتوا حاجه يا اخي. نحن ديل يا اخي اسمع كلامي، نحن ديل قاعدين في الجامعه دي وبنقدم. وشوف يا حاج انت اتكلمت عن، قلت لي يكون في الشيوعيين هنا يا زول، نحن قاعدين وقاعدين في الجامعه دي وبنظل موجودين الى الى الى, إلى ان يتم تحرير الانسان ذاته. بتجي تعملوا شنو يا اخي؟ يا اخي تضخوا في الجهل وتمشي تشربوا لبن وتاكلوا باسطه يا اخي. يا اخي كفايه يا اخي. يا اخي تعال اتكلم لي عن مشاكل الداخليه دي. اسير رسوم ب 700 جنيه، تعال اتكلم لي، تعال اتكلم لي، لكن انت مركز مع اللبن والباسطه وكاسر حنك الطلبه. يا اخي يا اخي الجامع ده انا ما عارف، الجامع ده في فتره من الفترات كان الفريش بتاعه وسخان. جو العلمانيين، العلمانيين اللي بتقولون ديل نظفوا الجامع ده، ماذا قدمت جماعه انصار السنه للمسجد؟ ماذا قدمت للمسجد؟ عملت شنو؟ الدين قلت لك ثلاثة قاعد عندي دكتة. أنا قال الله الدين يا زول، أنا والله كلام أنا ما يا زول، أنت مش أنتوا أنا زول ديمقراطي، أنت قلت بتاع شورى. طيب يا أخي الشورى أحسن من الديمقراطية ذاته. طيب ها الدين دقيقتين، أنا ماذا قدمت؟ ما خلاص 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 أنا بسألك مجموعة بتاع كلامك في دقيقة تفضل. ماذا قدمت الجماعات بتاعت الهوس الديني للطلاب منذ تكوينها؟ ظلت نحن لما نجي نتكلم عن انه الدين في المجتمع ظل مربوط بالطبقات الاجتماعيه وادوات حق السيطره وبتضخ الجماعات دي ذاتها، انتوا اشتغلتوا ندوه في قاعه الصداقه مش كده؟ طيب نحن اتحرمت لنا ندوه انتقام في قاعه الصداقه، دي بتفسرها بشنو؟ انت ما خطير بالمناسبه على النظام ده، خطير عليه الحزب الشيوعي البعبع ده وقاعد. طيب نحن اسير ودارنا نجيب ساوند هنا، خلونا نجيبه ليه؟ لا نحن جبنا ساوند هنا عملنا ندوه احتمال نطلع الطلبه دي كلهم الشارع ونقدم الحاجه دي، ماذا قدمت؟ اسي حاليا في اعتصامات في الكليه وفي مشاكل، ماذا قدمت جماعه الهوس الديني؟ يا اخي انت ما قدر الجبهه الديمقراطيه ولا قدر الحزب الشيوعي ولا قدرنا ذاته. ونحن قدمنا للطلبه دي، نحن قدمنا الجبهه الديمقراطيه دي كانت قاعده هنا 22 سنه 22 سنة على رأس اتحاد الجامعة وقدمته، انت ما بتقدمه وما تحاول تشوه وتضخ الجهل بتاعك ده للطلاب. الطلاب بيثقوا فينا أكثر منك، وتظلص المجتمع السوداني بيثق في الشيوعي أكثر من رجل الدين. طيب الزول ده طبعا زعلان شديد يا جماعة، والإنسان يعني بطبيعته لما يكون غضبان غضب شديد ما بيقدر يركز في الكلمات. أول كلمة آخر كلمة قال الحكومة ما بتديه لأنه ممكن يطلع الطلبة الشارع. أنت ما تطلع، أنت جاي جوا ليه ما تمرق برا؟ أديك حق الركشة، أمرق أمرق يمرق جلدك أمرق يا ناس. الناس دارين يمرقوا الشارع صح ولا ما صح؟ الشيوعيين ودارين يسقطوا النظام الحاكم صح ولا ما صح؟ ما مرقت ليه؟ أنا ما دار أمرق، أنا ما دار أمرق. أنت متدردن في صفتك ما مرقت ليه؟ بكيسك ده امرك عرفتها يا ناس. الناس المتناقضين والله انا بستغرب، زول يكون قاعد ومشترك الصعود قدر كيس المخده ويقول سنمرق الشارع، انت ما مرقت ليدي علينا؟ انت دي علينا؟ انت دار تمرق الطلبه وانت تكون لابد بعد ما الطلبه يحصل مشاكل ويتعوقوا تيجي تقول ولقد نجحت الثوره وانت قاعد جوا الغرفه، ثورتك جوا الغرفه يا كذاب. بعدين قال ماذا قدمت أنصار السنة من الشهداء؟ قال الشيوعيين قدموا الشهداء. يا ناس في شهيد شيوعي؟ من الله خلقكم؟ من الله خلقكم؟ وهل الشيوعية تؤمن بالشهادة؟ يا بشر يا ناس، هل الشيوعيين لا قال شهادة بس قال شهيد؟ أنا بمسك من كلامه، هو لو غيد ده موضوع ثاني، لكن هو ده قص ما غيده، ده برلوم في الشيوعية جديد. الناس الشيوعيين الكفار الكبار، ما انت صغير ساكت، الكفار الكبار ديك بقول لك شهداء الحركه الطلابيه. ليه؟ عشان ما نمسكهم المسكه دي نقول لك شيوعي ما عنده شهيد. الشهاده دي في الاسلام، احكام في الاسلام في القران عرفتها. كونك تقول شهاده ساي شهداء ساي ما ربطها بحركه طلابيه، ده يدل على انك بليد. بس ما في شيوعي شهيد، والشيوعيين بينكروا وجود الله ذاته اللي بيرحم الشهيد. تقول في شيوعي شهيد، بعد شويه تقول في شيوعي شهد بدرا وحسن اسلامه، يا بليد. وجاي زعلان، شوف من ادبيات النقاش، كده انا اعلمك دقيقه.
من أدبيات النقاش. ده المفروض يعلمك له هناك ناس نقد، نقد ما تساوي ما علمك، إنه لما تخش الركن مناقش ما ترجف، أصبر ما ترجف، هذا عليه شوف صوروا على كم. طيب دي من التكنولوجيا، دي تكنولوجيا أنت ما تخاف منها. طيب شوف من أدبيات النقاش، من الفنيات، أكتب أكتب فإنه مهم. من أدبيات النقاش إنك لما تخش تناقش تكون رايق، أنتوا بيسموها ريلاكس، نحن بنقول رايق، تكون رايق، عرفتها؟ تكون رايق عشان تعرف تضرب وين. لكن لما تكون زعلان ما بتقدر تفكر. دين علمنا لا الرسول، انتم علمكم لا نقد، الرسول قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. عبد الله بن عمر قال فتفكرت حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب، فوجدت ان الغضب يجمع الشر كله. ده نحن تعلمناه في السنه. انت نقد ما علمك ليه؟ ما تغضب لانه سيغضب، تفكيت حاجات كثيره. ديل اثنين بس، ديل اثنين. بعد ده قال الشيوعيه اشرف من الدقن. ايوه الدقن حقت من يا طلبه؟ الرسول. ده الشيوعي ده، ده عنده الشيوعيه اشرف من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. عرفت كلامي؟ الدقن دي حقت الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين وانت انت كونه يقول لك رسول ونقول لك ربنا، كلام ده انت ما مقتنع به وانا عارفك، لكن الدقن دي كانت عمونو عم ماركس، وماركس ده شيخ الشيوعيه، فلا يمكن الشيوعيه تكون اشرف من دقن ماركس، لا يمكن. يا بابا انت انت مركز؟ شاي ساده كان في معه حاجه ولا ثاني؟ خليهم. هيا اقعد اقعد، جيبوا له بسطه عليكم. طيب الواد ده قال قال نحن بريطانيين، قال نحن بريطانيين يا ناس، نحن بريطانيين كده، نحن نقول كلنا بريطانيين. وين ابو بكر اداب؟ هسه ابو بكر اداب ده بريطاني؟ انت ما شفت ابو بكر اداب؟ ده بريطاني هسه؟ هسه البريطاني ابو بكر اداب وليته كده قفوا جنب بعضينا. قال الدليل، قال الدليل في الغرفة، قال في كتاب. أنا في الغرفة برضه في مكتبة، هسه ده دليل؟ هسه ده دليل؟ في الغرفة في كتاب؟ يا ناس والله المستوى بتاع النقاش مع الشيوعيين والملاحدة ديل مستوى ليك والله، مستوى رابطة، مستوى رابطة يا أخي. الناس ديل ناس تعبانين والله. وبعد يقول لك الشعب السوداني بيثق في الشيوعية، ديل سودانيين ولا بريطانيين برضه؟ الطلبة ديل ما نحن، أنتوا بريطانيين ولا سودانيين؟ اختبروا كده، بتثقوا بالشيوعية أكثر ولا بالإسلام؟ أها في داعي زي ده هسه؟ في داعي تهبل بنفسك كده يا أخي؟ يا وأنا بشعر، يا بشعر ده أنت قلت له خش؟ اللجنة المركزية قالت له خش؟ والثاني أبو قميص أخضر ده قلت له خش؟ الواد ده جنبه ده ليه قلت له خش؟ الواد ده تعبان يا أخي، مستواه مدني والله، مستواه مدني شديد. إذا ده أنت بتعتبر ده مستوى الشيوعية، إذا بتعتبر ده مستوى الشيوعية دي مشكلة كبيرة. طيب بعدين قال هاي ما لازم، ما هو كلام الفاضي أنت دار تسخر من الدين، نحن بنوريك السخرية ذاته. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهمت ولا ما فهمت؟ طيب والله هسه قبيل الطالب، الطالب دخل سأل سؤال عن الدين، جاوبنا له بأدب ولا ما جاوبنا له؟ لكن تخش تقيل أدبك على الدين بنجمك نجام، ولسه النجام جايك ورا. طيب قال قال الشيوعية أشرف من الدين، والله ده حرقاني. حديث البخاري رقم 760 عن عثمان بن موهب قال سألنا خبابا رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ لأنه سرية، كيف تعرفوا يقرأ؟ قال نعم. قال كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته من ورائه. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه لحيته كانت من المنكب إلى المنكب. ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا حلفت قالت والذي زين الرجال باللحى. ويروى عن ملائكة الرحمن أنهم كانوا إذا سبحوا قالوا سبحان الذي زين الرجال باللحى. أنت جاي تقول الشيوعية أشرف من اللحية؟ يا كذاب، عرفته؟ قال عنده كتاب في الغرفة، قال أها الكتاب ده شنو يا ود؟ قال ألفه، قال اسمه مذكرات مستر هنفر. أيوه طيب بالعقل، أنتوا مش بتقولوا أنتوا ناس العقل؟ كده عقلك ده جيبه خدته هنا، نناقشك بالعقل يا ناس. هنفر ده كافر وذاته، قال يهودي بريطاني. طيب يهودي بريطاني يعني عدو للمسلمين، أنت تجيب كلام الأعداء وتحاكمنا به؟ شهاب من الصباح
يجيب لك كلام ماركس وإنجلس ولينين، كتاب دور العمل في تحول القرد إلى إنسان صفحة 7-8، كتاب الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية الصفحة كذا، كتاب ضد دوهرينج عرفته صفحة كذا وصفحة كذا وصفحة كذا، كلام من كتبك يحاكمك بها. وأنا جبت لك كلام فاطمة إبراهيم شيختك ذاتها، أرجى الراجل عندكم صحيح. أنت تقول دار تحاكمني بكلام عدو لي، تقول لي في يهودي اسمه مستر هنفر قال انتوا كعبين عشان كده كلام اليهودي صح. اول شيء كلامك ده غلط، لانه ممكن تحاكمني بكلام عدوي فيه. واحد. اثنين، ده يدل انك بتاخد دينك ومعلوماتك من اليهود، صحيح ولا ما صحيح؟ ايوه، لانه كلام الله وكلام الرسول في الدقيقه ما صدقته، مش هصدق كلامه. مستر هنفر اليهودي قاعد وين؟ جوا الغرفه. انت عارف مستر هنفر اذا جه هنا ذاته بنجغين باذن الله عز وجل. مش انت ترجف يا اخي كلك كده زي الجلي يا اخي. طيب انت عارف الجلي ده انا بحبه شديد والله، لكن من رجفانك زي رجفان الجلي تاني حرمته على نفسي، ما باكله خلاص، حرمته دي كبيره ما باكله. طيب قال السعوديه، انا ما نقطه ما بخليك، انا قلت ليه خش، انا قلت ليه خش براك دقستك. قال السعوديه، السعوديه قالوا ما السعوديه في عقال هنا ما في، قلت لك ايش لونك ما في، ايش تبغى ما قلت، قلت يا جماعه يا اخي انا سوداني يا اخي 100% زيك، لكن انت شيوعي وانا سني على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، دي والله بفتخر بها وقاعد اسرعها كل مره في اليوم، كم مره ريت ريت ريت، لانه ده الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع، نحن ما سعوديين، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه لأي صوفي وأي شيوعي وأي ملحد وأي علماني بس بيخش لنا نحن بيسب السعودية، لأنه هناك في حدود إسلامية فيها قطع رقاب، قلت كفر بيجيبوك أرقد أرقد شاك بيقطع راسك، عرفت كلامي؟ وبعد ده ما معصومين السعوديين، ما معصومين، بيخطئوا وبيخطئوا وبيصيبوا، لكن مطبقين حدود ربنا دي. أمير من أمر الإسرة المالكة قطعوا رقبته ولا ما قطعوا؟ قريبات دي قطعوه، انت باقي لك ما كان بيقطع رقبتك واذنينك؟ ها؟ انت بيبي تسخر من الدين وتسخر من اللحيه التي كانت عند رسول الله والتي امر بها رسول الله والتي فعلها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين، جاي تقول الشيوعيه احسن من الدين وزعلان وترجف كده، عرفت؟ بردان، والمسلمين دول ما بردانين ليه؟ ليش شادين حيلهم؟ لكن انت ما معروف قوتك ذهبت فين. المهم انا ما قلت ما معروف. طيب قال داعش، داعش اتحداك يا شيوعي، اتحداك، ما انت ما تبقى كذاب شيوعي وكذاب زفت وطين الاثنين، واحده خليها واحده يا شيوعي. داعش دي والطلبه دي كله مشهد، العالم كله شهد لما كانت قويه وبتطبح في المسلمين، منو في البلد دي اللي قام عنها محاضره وحذر من داعش وطعن في داعش والناس خايفين؟ شيخ بتاع انصار سنه الدكتور كبير في كسله في محاضره قال لي ما رايك في داعش الجماعه الوقت ذاك بيضبحوا؟ قال السؤال ده خلوه، منو الوقت ذاك؟ منو الوقت ذاك اللي اتكلم في داعش وقال داعش على باطل والمحاضره موجوده الان بمئات الالاف مشاهداتها موجوده؟ منو؟ هل انت؟ لا مش انا باسمي، اخواننا ذيل، هل انت يا شيوعي بتتكلم عن داعش تقدر؟ ما قدرت تتكلم عن داعش الا بعد ما ماتت، عرفت كلامي؟ نحن تكلمنا عنها لما كانت حيه وضربوا لي تلفون قال لي جاي نقتلك في الشجره، طلعت الشارع قلت لهم تعالوا ما اجوا. انت من الرجال اللي بيتكلموا، انت ما قادر تقيف على حيلك تتكلم معي يا مولانا، انت بترجف كلك. داعش شنو يا شيخ؟ ديك والله مش يقطعوا رقبتك، ديك بيقطعوا حاجات كثيره جدا. طيب قال الاثنين والنخر، قال من اعظم النظريات، قال من اعظم النظريات النظريه الماركسيه ده، وبعد ذاك قال اخطر حاجه انتجت البشريه، مش هو كده؟ واعظم النظريات في الوجود. الشغل ما رجاله، الشغل بالراحه نقاش علمي، مش اعظم نظريه سوى شنو؟ ولا ما كده يا جماعه؟ ما هي اعظم نظريه واخطر نظريه واعظم حاجه في الوجود زي ما قال. نحن عندنا اعظم حاجه القران، انتوا عندكم نظريه نظرياتكم دي صحيح ولا ما صحيح؟
طيب نناقش كده بالعقل بتاعك انت، عقلنا خليه، عقل المسلمين دول كله خلي برا، انت بس عقلك سوت شنو النظرية أخطر نظرية دي؟ سوت شنو؟ أنت جزير؟ زير كيس دكوة أنت، والله بكلمك جد يا ناس، ما الكلام ما يبقى رجالة، الزول ده بس بيتكلم أخطر نظرية، سوت شنو؟ النظرية دي سوت شنو؟ ما فشلت الاتحاد السوفيتي في محل أمة ذاته؟ طيب جاي أنت ده كحزب شيوعي فرتكتوا بقيتوا كم؟ النظرية دي ما لمتكم ليه؟ الشيوعيين كانوا واحد طلع منهم حق بتاع الحاج وراك وحق بقت حقين والله ولا انا كذاب. حركه القوى الديمقراطيه الجديده انبثق منها حركه القوى الديمقراطيه الحديثه، بقوا اثنين، وحركه القوى الديمقراطيه الجديده وحركه القوى الديمقراطيه الحديثه الاثنين ديل مرقوا من الشيوعيه، بقوا كم؟ ثلاثه، وانتوا قسموا تقسمين. النظريه دي ما قدرت تلمكم انتوا، تلم العالم انتوا سقطتوا الان وشابكني انتجت اكثر نظريه انتجت، انتجت زي نوعك ده ولدتك انت، فبئس المولود، عرفتها؟ ولدتك انت يا ناس. النظريه دي سوت شنو؟ معلش يا جماعه والله الكلام ده حق، سوت شنو؟ ولي فرتقتكم انتوا، فرقت الدوله حقتكم انتهت منا وانتهيتوا، وشابكني الشعب السوداني كله يسخ، انتوا كم؟ وينهم انتوا ذاتكم؟ انت ليه خاشي؟ قال الشيوعيه قال اقوى منك وبتاع، طيب لو اقوى منك ما بتخش لي هنا، بتعمل منبر موازي وتسوق النازل، صحيح ولا ما صحيح يا طلبه؟ ليه اضطريت تخش؟ الشيوعيين بالمناسبه اكثر ناس ما بيحبوا يخشوا عشان ما يقوموا منابر الغير، لكن لما لقيت الطلب منبر ده قوي بفضل الله اولا، ثم الطلبه ده كلهم، الطلبه ده كلهم واقفين في البري ده، واحد بيرجي ما في الا انت، عرفت كلامي؟ قاعدين يحضروا، صحيح ولا ما صحيح؟ إذ غصته هسه خشيته أربعة شيوعيين وفي أربعة برا برضه رافعين يدينهم داري يخشوا، معناته شنو؟ معناته القرآن ده هو المؤثر مش النظرية، السنة هي المؤثرة جوا عينك. دار تستهبل علينا؟ نظرية قوية، ما قوية بكم يعني؟ ما في حاجة يا شيخ، ما في أي نظرية، في قرآن في سنة، ده اللي بيصلح الدنيا، ده اللي بيصلح الدين، والآيات دي بنقراها لك والله تقرع قلبك وذهنك قرع. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ده الدين، وده اللي بيصلح الدنيا، وده اللي بيصلح الاقتصاد. عشان كده عمر بن الخطاب قال نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين الإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. المشكلة الكبيرة ما في ذيل، ذيل انتهوا بدري. المشكلة بالصوفية والله، لانه ديل الصو كفروا بالدين تب وقالوا الدين ده ما نافع، لكن الصوفيه قالوا دين الاسلام وحبابه، لكن قالوا الله عنده شركاء البرعي والمكاشفي وصايم ديما والركيني. يا اخي الركيني بتاع الكلاك اللي انت قال شنو؟ خش النت تلقى الركيني ذاته منزله، قال الرسول جاني ومشى معانا ابو ادم مربع كم؟ مربع سته، قال اكل معي بالتيخه. ديل ناس بيدعوا الإسلام الصحيح وهم بريئين جدا، والإسلام الصحيح بريء منهم تماما. ديل أخطر ليه؟ لأنه ديل بيتكلموا باسم الإسلام وباسم الولاية والصلاح والتقوى ونار القرآن، وهم أبعد الناس من القرآن والولاية والصلاح. والله أنا برى إنه ديل مع إنه ضلالهم أشد بينكر وجود الإله شيوعين، لكن خطرهم أقل لأنه ما في عاقل بيتابعكم، وإنتوا عارفين المعلومة دي. قول لي كيف انه ما في عاقل بتابعكم؟ لا، بدليل انك ما بتقدر تقيم ركن تقول الله ما في كلام ماركس وديني وينقرص، مع انه تؤمن به ايمان قاطع، وقلت هسه النظريه دي ما في زيها، لكن ما بتقدر تصرح به وتصريح واضح. ليه؟ لانه ما في عاقل بيقبل كلامكم. الحمار عارف يا الله، الحمار عارف، ربنا قال تسبح له السماوات السبع ومن فيهن والارض، مش كده؟ وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالمعلومة دي حمار ما بصدقها، حمار ما بيتابعك بالمناسبة، أولئك كالأنعام بل هم أضل. طيب خلاص، إبليس عارف يا الله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ربي عارف يا الله، وعارف ربنا الخلق وربنا الرب، ما زي الصوفية البرعي قال غير الله بيخلق.
فعشان كده عشان انتوا عارفين النظريه بتاعتكم دي ما بصدقها عاقل، بتجوا للطلبه توزع لهم اشرف مصطفى سيد احمد الداق عامل شعره زيه بشعر تقلوا عامل زي منه. المهم انجلس ما كان عنده شعر، كان عنده دقن زي سلفاكير. فالمهم انت المربي شعرك زي ده بتترسوا بالفنانين ازيكم توزع عشرتهم. عم عبد الرحيم صلى على عجل، وصلى على عجل ليه؟ حرام باطله. المهم صلى على عجل وتوزع لهم اشرطه بتاعت الفنانات الملقطات النسوين ديل، وتجيبوا في الركن بيت تقول لها اقلع الطرحه اربطيها تحت وارفع البتاع شويه، تجروا بعض الطلبه، ما كل الطلبه الافاضل الطيبين، بعض الطلبه اصحاب القلوب المريضه بيجرون بالشهوات، لانه فكرتك ونظريتك دي ما بيقبلوها الطلبه. طالب لو زنى ما ممكن يقول الله ماف، لو شرب خمره ما ممكن يقول زيكم الله ماف، صحيح ولا ما صحيح يا طلبه؟ دي ما بتقدر عليها انت، بتلف يا غادي. اشرف نظريه، اشرف نظريه انكار وجود الله يا بليد بعداك. قال بلد، قال البلد دي بتجهجها انت. انا ما جهجتها يا ناس، انا حصل كتلت زول نحن كسلفيين، ما حصل، حصل دعينا لمظاهرات واغتصاب واعتصامات وكسير، ما حصل والله. مساكين الله ادانا ايات واحاديث، دي زعلانين منا. انت عارف ان انا من غلبك ليه؟ عشان القران، ما عشان انا ضعاف يا اخي، عشان القران اللي بيخليك ترجف تقعد وتقوم، ده القران قوي. ربنا قال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. عرفت كلامي ولا ما عرفت؟ بعداك بعديه قال كلامكم ده كيس خدار ما بجيبه. كلامنا يا جماعه القران والسنه، كلام ده كفر بالله وما بيحتاج الى كلام كثير، لكن دارنا ناقشه بالعقل، عقلك ده بس، عشان اوريك انه ما عندك حاجه جوا فاضي، عقلك ده بس. كلامك انت ده اللي قلته ده، في كيس خدار جا لواحد فيكم؟ في جزر جا؟ جرجير؟ بطاطس؟ باميه؟ باميه وانت كلامك ده جاب كيس خدار؟ ما جاب اي حاجه، كلام باطل. وانت بتقولون بيتين مين انجلس وسجم رماد؟ مين الوقت ده بتقوله؟ مرورا بفاطمه وهلكت راحت وغيره نقد راح، هل كلامكم ده جاب كيس خدار؟ نفسي نظريتك، هل جاب كيس خدار؟ ما جاب كيس خدار. بعد ده قال شنو؟ قال دي مجهودات عهود مضت، دي ما مجهودات. اذا بتقصد دين الاسلام ده دين نزل من السماء، اذا بتقصد كلامك انت ونظرياتك انت صح، دي مجهودات بتاعت بشر. اما كلامنا ده قال الله وقال الرسول، الايات والاحاديث اللي بنذكرها دي ما مجهودات. والحمد لله انت اعترفت انه شغلكم ده مجهود بشري، ونحن اعترفنا انه شغلنا ده منهج رباني نزل من السماء. عرفته؟ اللي بيصلح حياته، اللي بيصلح بالعقل برضه، كلام ربنا الخلق الناس زي اللي بيصلحهم، ولا انت المخلوق الزيدر تصلحهم اكثر من الله؟ بس الموضوع كده عشان ما تلف وتدور كثير. جزاكم الله خير، نلتقي الاربعاء القادم، وبارك الله فيكم اجمعين.